أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يذنب ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى هل يعتبر منافقا؟ لا، المؤمن يمكن يذنب ويتوب ثم يغلبه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء ويقع في الذنب مرة ثانية، لا ييأس ولا يقنط، يتوب إلى الله مرة ثانية وثالثة ورابعة، يتوب إلى الله عز وجل، كل ما أذنب تاب إلى الله ولا ييأس ويقول أنا تبت ثم رجعت إلى الذنب وليس لي توبة، هذا من الشيطان يقول له ليس لك توبة، يتوب إلى الله ويكرر التوبة. نعم.